المدينة السلامية التي وصفها الشاعر محمد الماغوط ذات قصيدة بالدمعة التي ذرفها الرومان على أول أسير فك قيوده بأسنانه ومات حنينا إليها، حمل التشكيل إسماعيل نصر موهبته المسكونة بالشغف لرسم لوحته المنشودة، فبقي لأكثر من 3 عقود أسير تلك الملامح النسائية، يرسم ويرسم علّه يدرك وجه تلك الطفلة التي تعثرت بطرف أوروبا وهي تلهو بأقراطها الفاطمية وشعرها الذهبي. وكأنما حال هذا الفنان في آخر 10 سنين يشبه إلى حد ما حال مدينته، فكان هنا بالقرب من ساحة العباسيين على تماس دائم مع الخطر، شاهدا على كثير من الأحزان والخرائب التي خلفتها الحرب، أصابعه في بحر الألوان ولوحته تعفرت بغبار المعارك. تنوع في عندك اللوحات الصغيرة مشوف غالبة على ايه هلا بشتغل كل القياسات، بس اللوحة الصغيرة بعتبرها كمان مهمة كتير مثل اللوحة الكبيرة حسب المنتج الإبداعي تبعها. يعني بتاريخ الفن اللوحات الصغيرة انشهرت أكثر من اللوحات الكبيرة مثل الجوكوندا مثلا. يعني موناليزا السورية تحمل طابع الملامح السورية والخلفية هيك بت في ال... لون الصدأ اللي على المعدن الطبيعة هي معلم فعلا، معلم لكل فنان. فاللي بتشتغله الطبيعة بالخشب العتيق أو الحجر أو النوع من المعادن اللي مثل هاي بتعمل خلفيات للوحة يعني بيعجز عنها أي فنان بالعالم. بس شو ما بيشتغل على مواد، ما بيشتغل على مواد صناعيه، كلها مواد نبيله، خشب، ماش، معادن طبيعي، كله يعني ما في شيء. النحت والحجر والخشب في عندك هاي تجربه كانه عمل؟ هاي تجربه وحيده والله، ما هذا المنحوت الوحيد بحياتي الفنيه تحت اشراف النحات الكبير لطفي الرمحين. اجبرني قال لي لازم انت رسام لازم تنحت، فهي نحت مباشر و ولأول مرة أنا بعتبر إنه كتير شغلة مهمة. يعني حلو هاي إيه لأني بحب النحت، أنا بعمل لوحات فيها شيء محطوط ضمن هيكل بيشبه التماثيل. يعني هلا احيانا اشتغلت على صناديق ذخيره واسلحه، حولتها من من شيء هيك يقوي ادوات للحرب لشيء جمالي يعني هيك.
تأتي من مدينة السلمية، مدينة توصف بأنها مدينة الفكر، ثم تخطفك مدينة دمشق بعد الدراسة، العمل والإقامة. ما الذي تعتقد قدمته لك العاصمة لم يكن بوسع مدينة صغيرة كالسلمية أن تقدمه لك ولعملك ولمجال عملك؟ هلا بمجالنا، مجال الفن التشكيلي تحديدا، كل الفنانين بكل العالم مو بس بسوريا عنا بيسعوا لانه يكونوا بالمدن الكبيره او بالعواصم تحديدا، لان في هذا المناخ المناسب لنشاط اي فنان من حيث وجود الصالات الاحترافيه للعرض والمعارض، من حيث الاحتكاك بتجارب فنانين اخرين ومشاركتك بكل الأنشطة اللي بتصير المتاحة لك، حتى إعلاميا أنت بيكون في نوعا ما نوع من الضوء على تجربتك وشغلك. حتى إذا بدنا نروح أبعد من هيك بالقصة، من وهي شغلة أنا بعتبرها مهمة، ترويج اللوحة وتسويقها بشكل احترافي وجيد وبشكل كتير بيحترم خصوصية الفنان، هي بالمدن الكبيرة وخاصة العواصم، يعني مو بس عنا بسوريا، بكل عواصم العالم في فنانين كتير كبار من دول أوروبية مثلا فترة من الفترات تركوا عواصمهم ومدنهم، مع أنه كتير بلدان مهمة خرجت فنانين كتير مهمين كلاتهم تجمعوا بباريس مثلا فترة من الفترات، بس من جديد صار كل المدن بتشبه بعضها الكبيرة بالنسبة لخدمة هذا المجال اللي هو بالفن التشكيلي تحديدا. هذا ما قدمته لك دمشق، لكن ماذا بقي من مدينة السلمية وخاصة في أعمالك؟ ماذا بقي لها عندك؟ هلا أكيد يعني أنا ربيت بهي المدينة اللي بلشت اكتشف الوعي الفني عندي فيها من سن مبكر كتير، واللي أثر فيه ضل معي لحد الآن بشغلي من حيث التقنية والمواد اللي عم استخدمها، عدا عن أنه كتير احتكينا بوسط ثقافي كان بوقتها مميز، وفي هداك الكم الهائل من التفاعل والمزج بين الشعر اللي هي كثير كمان مهمة مشهورة فيها، صحيح، والفنون. فأنا لحد الآن أنا بشوف بلوحاتي اللون العام تبع مدينتي اللي هو مرافقني على طول، اللي هو اللون القريب من الصحراوي إذا بدك يعني، والجو اللي فيه هذا التقشف الجميل اللي مو اللي 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 كمان تقنيا موجود بالشغل تبعي. انا مثلا لحد الان بشتغل على اقمشه لونها بيشبه لون التراب، الارض، الهواء، وما بغير فيها شيء لحتى تضل، لحتى يعني فيني شم ريحه الذاكره اللي من خلال مسامات اللوحه. فاكيد يعني هذا التشكيل الاول كتير مهم. من أحد مقولاتك أن الفن ليس قرار وليس اختيار، هي ملكة وموهبة تخلق مع الإنسان، لذلك بالضرورة هذه الملكة تحتاج إلى مناخ، وهذا القول لك أيضا، تحتاج إلى مناخ وتحتاج إلى أدوات، وهذا يقودنا إلى أن هناك من ساعد على تطوير هذه الموهبة وساعد على توفير هذا المناخ. لمن اليوم الفنان إسماعيل نصرة يجد نفسه ممتنا في مشواره في الفن التشكيلي؟ الفن هي موهبة بتخلق مع أي حدا، أكيد هي أنا بآمن فيها أيمان مطلق، لأنه في شيء بيجي يعني كنسبة إحصائية، بيجي من يقال أنه من كذا مليون بيجي لحدا موهبة، هي مثلا مثل الرسم أو الموسيقى أو ملكة الشعر أو أي شيء. بس وفي كتيرين بيحظوا يعني كونيا بنفس الموهبة، بس مو الكل بيستمر حسب البيئة الحاضنة لهيك موهبة يعني، أو بيهم شو أو بي 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 بيهتموا فيها أو ما بعرف شو بيصير حسب ظرف كل حدا يعني. هلا أنا بقول إنه إيه، أنا من بحس إنه ما حدا علمني، إنه لحالي صرت أحب هذا المجال.
وقبل حتى ما أقعد بالمدرسة يعني. هلا أهلي من يعني بيئة متوسطة يعني زراعية، ما عندهم هذا الهم أبدا يعني إنه يكون فنان أو يكتشفوا عندي هيك موهبة، بس لا. أنا بمتن لهم إنه هن ما نهوني عن القصة يعني لا. إنه تركوني براحتي يعني ويشوفوني أنا عبرسهم وحس إنه يحبوا هذا الشيء يعني. إنه مثلا بالعادة الأهل بيقولوا إنه حاجة تتلهب بشغلات هيك، انتبه على دراستك أهم لا. وهيك قصص يعني. فأنا تركوني على راحتي، بيجي بس أنا أكون بس صرت بالمدرسة صاروا الأساتذة يكتشفوا عندي هيك اهتمام، صاروا يشجعوني أكيد يعني، وهذا الشيء خلى ثقتي بنفسي أكبر بهيك قصة. بالمرحلة الإعدادية صار في تخصص بالقصة، صار في يجينا أستاذ رسم هو دارس أكاديمية، فأكيد استفدت منه بكتير شيء وبنفس الوقت اعتمدت على حالي. هلا بالمرحلة الثانوية أنا قررت إنه يفوت على الفنون الجميلة شو مصار يعني. فمن وقتها أنا أخذ قراري إني بدي فوت هذا المجال وحتى بدي احترفه يعني. ويعني صار مثل ما حلمت يعني. هلا بالدراسة الأكاديمية بيكون شيء مهم كثير انه يكون في فنان انت بتعرفه من اول ومعجب بشغله ويجي استاذك بالدراسه، بيكون حظك قوي كثير. الشيء المميز اكثر، انا تخرجت من كليه الفنون الجميله بساحه التحرير، الكليه القديمه كان يعني بعصر الذهبي انا بعتبر برايي العديد من الفنانين يعني او المهتمين، كان عدد طلاب قليل واساتذه مهمين كثير، هن من رواد الفن التشكيلي يعني مثل فاتح المدرس، محمود حماد، نصير شورى، الياس زيات، محافظ الألقاب كلياته، نزير نبعة، خزي معلواني، هود كانوا مدرسين قسم التصوير الزيتي بالأكاديمية. فأنا بعتبر أنه الطلاب اللي تخرجوا بهاي الفترة كانوا مميزين وأغلبهم صاروا نجوم بالفن التشكيلي. أنا بقول أنه هلأ الكلية جديدة هيك ما بتحظى بنفس المميزات بصراحة باعترافهم كلهم يعني. أنا ما عم يعني بدون ذكر أسماء، بس إنه ما في هذا الاهتمام وما في هاي الأسماء الكبيرة اللي بتخرج ناس صاروا مميزين يعني. لكن كيف قدرت تعمل خط لنفسك بهذيك الفترة رغم وجود هالعمالقة؟ هلأ أكيد بداية معارضنا نحن صرنا نتأثر ببعض الفنانين وخاصة بالأسلوب التعبيري هيك شوي اللي أنا اللي كتير بحبه وتابعت فيه. بس بعد فترة أنت بتوقف قدام حالك بتقول أنا بدي أعمل معرض، وأول معرض بيكون هو يا بده يطلقك ويعمل لك اسم يا أما بيصير في فشل بالقصة. فأنا حاولت أني أشتغل شيء ما بيشبه حدا، يكون أنا إلي بصمة يعني في خاصة، حتى ما أكون أمام مشاهد اللي أول مرة عم يشوف لوحتي بدي أقول أنه هاد الشغل بيذكرني بفلان من الفنان. جربت وتعبت كتير حتى طلعت وجه باللوحة بيشبهني من جوا أنا يعني، ما بيشبه حدا تاني. وكان أول معرض بعد هاي التجربة أعطاني دفع لقدام كتير، لأنه كان له صدى جيد وبصالة خاصة بصالة عشتار، وكان في له صدى وتجاوب كتير جيد. هو نفسه المعرض اللي مشروع تخرجك كان عندك عدد كان لوحات كبير ولا غيره؟ لا هو نفسه يعني أنا بمشروع تخرجي بالدبلوم الدراسات العليا ساويت أول معرض، كان معرض ثلاثي مع اثنين من الخريجين. المعرض اللي بعد منه تابعت بنفس التجربة كان أول معرض فردي. من الأسئلة التي ممكن أن تكون تعرضت لها كثيرا وجود المرأة في اللوحات، هذا الوجود الطاغي، هل هناك سبب لهذا الوجود أم هو خط؟ هلأ أغلب المواضيع اللي بيشتغلوا كل الفنانين كان من العصر الكلاسيكي لحد الآن هي نفس المواضيع اللي تناولها أغلب الفنانين، بس كل واحد بياخده بأسلوبه وبصيغته يعني. ما في حدا فنان متخصص برسم المرأة أو الرجل أو الطبيعة الصامتة
أو أي شيء، أو الطيور، أو يعني أو مثلا موضوع الأم. أو أنا برأيي أنه كل المواضيع متاحة لكل الفنانين، بس كل واحد بيرسمها من خلال شخصيته وكيف كيف بيشوفها. أنا برسم المرأة بلوحاتي أكيد، بس ما بقصد فيها هي المرأة المجردة أنه هي بس بنت جميلة أو هيك. يعني هي بعبر فيها عن كتير حالات، عن قرية، عن وطن، عن 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 حالات كثير، يعني احداث احيانا كثير يعني. هلا حتى بيقولوا لي انه هذا الوجه بيشبهك، بيشبه ملامحك من جوا يعني. انا دائما بتكون هي المراه الحالمه الطيبه. هلا بيقولوا لي انه في عندك حدا بالواقع هيك، بقول لهم لا. يعني ما في مراه مثاليه هيك محطوطه باللوحه او كادر يعني. يعني اكيد هي المرأة الحلم هيك بيتمنى انه يصدف هيك حدا بالواقع، بس هو الحقيقة ما في يعني. فانا يعني صبغت بهذا الاسلوب، بس انا الحقيقة برسم غير مرأة بلوحاتي. صح. في عندي تنوع بالمواضيع كتير، بس انا عرفت بهذا يعني هذا الوجه اللي برسمه اللي له هاي الملامح صار اي حدا بيعرفه، صار مثل توقيع لالي. وهي الحقيقة انا بشوفها شغلة مهمة، انه انت بتتميز بشيء بتعرف اللوحة بدون ما تشوف توقيع الفنان. يعني أنا مبسوط من الـ الإنجاز، يعني بعتبره إنجاز خاص فيني أنا يعني هيك. ترسم تحت موضوع معين؟ يعني تحدد موضوع معين لتعمل؟ لا أبدا. أم تترك الريشة هي من تعبر عن نفسها؟ هلأ بخطط، بعمل سكتشات للوحات كتير، بس أحيانا بنفذهم أحيانا لا، أحيانا بيلتغوا. وإذا مرق فترة كبيرة على السكتش ما نفذته لوحة، بالغيب بعود إنه ما عاد ما عاد ما عاد لازمني، يعني ما عاد بتفاعل معه. لكن بعض أعمالك إذا اشتغلته فورا بيجوز. بعض أعمالك تشير إلى إنه كانت تحت موضوع معين. إيه هلأ في شيء بيسيطر عليك، مرحلة أنت عم تمر فيها أنت وكل العالم المحيط فيك يعني. يعني أنت بفترة الحرب أكيد أنا لوحاتي ما عاد مثل أول أبدا. إجباري. وإلا أنت بتكون فنان منفصل عن الواقع وعايش لحالك بكوكب تاني يعني. نعم. وقت الحرب أن المرأة صارت هي عندي هي المدينة اللي عم تتعرض لكل هالأذى ولكل هالتناقضات ولكل شيء مرينا فيه يعني. نعم. وحتى بيّن على تكوينها باللوحة، شكلها، ملامحها، المعطيات، العناصر اللي كانت مضافة إلى باللوحة ما عادت هي نفس العناصر. مو معقول أنا يعني صرت سميها دمشق مثلا اللوحة. مرة اشتغلت عمل دمشق اسمه، الحقيقة هذا العمل أنا بحبه كتير بعتز فيه. نعم. دمشق أنا ما بسمي الأعمال، بس وقتها كان هيك لازم سميه يعني. إنه دمشق تغفو على غيمة، إنه هي تاركة كل العالم اللي تحت، العالم اللي عم تتصارع تحت، وهي مرة جميلة هيك نايمة على غيمة فوق عم تراقبهم إنه بيكفي بقى حيجي يعني. فوقتها أنا بقول إنه رسمتها بهالإطار هاد. مو معقول أنا بوقتها قذائف عم تنزل على دمشق وأنا راسم وحدة قاعدة جنب الشباك وجنبها مزهرية ورد يعني. أنا بكون فنان معناها عايش باليابان بكون وقتها. على سيرة الحرب والأحداث الأخيرة، بقيت لفترة طويلة على خط تماس مع الحرب، حتى أنك فقدت المرسم والبيت وانتقلت إلى هذا المكان الأقرب إلى يعني صغير. الحرب إلى أي حد أثرت على إنتاجك؟ غزارت الإنتاج، نوعية الإنتاج؟ هلأ بداية الحرب ضليت أنا سنة كاملة ما أرسم يعني، في صدمة يعني. شو عم يصير يعني، أو أنت ما بتعرف حالك شو بدك تشتغل يعني. لأنه الموضوع ما أنه واضح قدامك، ما له ملامح يعني. ما نناضج حتى لو كان شو هو أذى أو خير أو شر، بس هو موضوع غير متبلور أمامك حتى. صح. فيك تشتغله يعني. واللوحة اللوحة بمجالنا بتختلف عن الرسم الكاريكاتور اليومي ضمن جريدة أو بيوثق حالة يومية أو شيء. هذا شيء وهذا شيء. اللوحة ممكن تقعد سنة لحتى تعرف شو بدك تشتغل إذا كنت بوضع مثل الوضع اللي نحن مرينا فيه من أكثر من 10 سنوات. فأنا بقيت مثل ما قلت لك سنة كاملة ما أشتغل، وفي بتخيل أغلب الفنانين مورفاني شو بدهم، شو وين رايحين، وشو
شو اذا اجى ليشتغل شو هو الموضوع يعني بالضبط. فبعد هيك يعني بلشت اشتغل، صارت المواضيع هي طبعا اكيد مختلفه، اللون باللوحه اختلف، صار بيشبه اللون اللي عم نشوفه بالسماء اللي هو لون الدخان الغبار على اثر الاشياء اللي نشوفها. الوجوه صار اكثر فيها حيره وقلق وتوتر، ما عاد مستقره الملامح يعني. فاثر اكيد بكل شيء يعني، يعني هو اثر على نمط حياتنا. فانت بدك تشتغل لوحه طالعه منك يعني اكيد بدها تشبهك وتشبه الواقع وتشبه الناس اللي حواليك. مارست عمل التدريس يمكن تعليم الاطفال في مركز ادهم اسماعيل. هذا الشيء قديش هو يعني، قديش بتشوف انه هذا الشيء مهم للجيل وخاصه جيل الحرب؟ هلا تماما انا درست، انا بمجال التدريس انه مدارس او معاهد او كليات او شيء ما اشتغلت اطلاقا. لانه انا كنت اخذ قراري انه انا بدي احترف العمل الفني واتفرغ للمرسم تماما. هلا تجربه مركز ادهم اسماعيل الخاصه اشتغلت 12 سنه مع، لانه في طلاب هن جايين ليتعلموا رسم عندهم هاي الموهبه. ف وحتى في منهم كنا نساوي دورات بالصيف للاطفال. حسيت ب، مع انه كان عمل فيه محبه هيك وهو مجاني اساسا يعني، بس حسيت بانه انا طلعت بنتيجه من خلال بعض الطلاب والطالبات اللي كملوا بعد المركز عنا بكليه الفنون الجميله. او صاروا فنانين وتعرفوا على صالات خاصه، ولحد الان في تواصل بيناتنا. حسيت حالي اني انا هيك انجزت شيء كثير مهم يعني اكثر من اي شيء. هذا سابقا، اللي احنا عم نحكي اليوم الجيل، جيل الحرب يحتاج الى الفن، يحتاج الى يعني يكون عنده هذا النمط من الحياه، يتعلم رسم، يتعلم موسيقى. هلا بدي اقول شغلي انا يعني ارجو انه يعني ما تنفهم انه عم بحكي مثاليات او شيء هيك يعني تبع روايات، انه الفن اساسي مو بس غذاء روحي، اكثر من غذاء روحي. وضروري قبل المدرسه اللي هن الاهل يحببونا بالفن وتذوق الجمال، لانه انا برايي اللي بيتذوق الجمال اكيد بده يكون بعيد عن اي فعل شر بالحياه يعني. لو كانت عندنا هي الثقافه اللي هي انه نسمع غنيه حلوه عند الصبح او نستمتع بعمل فني مثل لوحه او اي شيء، كنا لطفاء اكثر. وكنا فينا نجمل الحياة أكثر من هيك يعني. لأنه أنا برأيي هذا القبح اللي ظهر بالمجتمعات اللي ما كتير بتهتم بهاي المجالات وأنواع من الفنون هاي، بسبب أنه نحن معنا هاي الثقافة من صغر. وأنا ضد أنه يقول واحد الفنون هاي فنون نخبوية، بالعكس نحن بدنا أنا بيهمني مو أرسم للفنانين والمتخصصين يعني ولا زوار المعارض أو للمقتنين يعني، بيهمني انه اكبر شريحه من العالم تتذوق هذا الفن. لانه اكيد بيكونوا ناس ثانيين وقت اللي بيتذوقوا هذا الصنف من الجمال يعني. مؤخرا بدات الحركه التشكيليه في سوريا تاخذ منحى ايجابي او مؤشر ايجابي اذا فينا نوصف هذا الشيء. حتى انتم بلشتوا يعني تعملوا ملتقيات، تعملوا معارض. يعني كم سنة لسه بدنا لحتى تستعيد الحركة التشكيلية كما كانت عليه؟ رح تتفاجأ إذا بدي أقول لك إنه بفترة الحرب والظروف الكتير صعبة اللي مرينا فيها، المشهد التشكيلي السوري كان من أهم المشاهد التشكيلية بالعالم العربي. يعني شيء فيه كتير أسئلة وتناقض، إنه يعني بلد غير مستقر والفنانين كتير عم يمروا بظرف صعب، بس طلعوا أحسن إنتاجهم يعني. حتى اللي سافروا لبرا أثبتوا وجودهم، إن كان على دول عربية أو أوروبية أو بكل أنحاء العالم. واللي بقوا بسوريا اشتغلوا شغل كتير مهم. حتى تفوقوا على كتير من صنوف الإبداع مثل الرواية، الشعر، المسرح،
يعني حتى الدراما أنا برأيي اللي انشهرت فيها سوريا بالسنوات الأخيرة تراجعت شوي، بس أنا برأيي مو لأني أنا بشتغل بهذا المجال، باعتراف الكل واللي حتى واللي برا صاروا يسألوا كتير عن اللوحة السورية كانت بي بي بأحلى حالاتها، لأنه هي كانت مبلشت تأسس كتير صح في كذا صالة خاصة فتحوا بدمشق، كانوا على بيشتغلوا على معايير على أعلى المستويات والمعايير العالمية للصلاة من حيث طريقة العرض وتسويق اللوحة، طريقة الاقتناء، التعامل مع الفنانين. نحن قلنا بيجوز يصير بعد ما سكرت الصالات بالحرب يصير في دمار لهذا المجال، أنا برأيي لا، تابعوا كتير وبينوا. ذكرت أنه اللوحة السورية كانت مطلوبة خلال السنوات العشر السابقة، نعم. ما السبب برأيك؟ الأهلية لأنه ممكن تكون أقرب بتوثيق حدث كبير حدث في هذا العالم، يعني حرب يعني قاهرة وصعبة، أنه كان ممكن هي تكون وثيقة، يعني يعتبروا وثيقة. ممكن نعم. ممكن ممكن. هلا أغلب الفنانين اشتغلوا على هذا على على, على على هذا المجال، مثل ما قلت لك أنا يعني أنا واحد من اللي اشتغلت بأنه بتغير موضوع لوحتي بحيث انه انت بعد مرحله من الزمن انه بس تشوف اللوحه بتتذكر التاريخ اللي مرينا فيه. هلا اللي برا كثير لفت انتباههم هي هذا الموضوع، وكانت اللوحه يعني انا برايي اللي اهتم فيها واللي اخذها مو مجامله لانه الفنان السوري عم يمر بهذا المرحله ابدا، لانه كانت اللوحه فعلا جديره بانه يهتم فيها وياخذها يعني. يمكن أن يكون للفن يعني يكون هو مرآة حقيقية لأي حدث في أي بلد في أي مكان. أكيد نعم. أكيد بالعالم، أنت مثلا بأوروبا من عصر النهضة لحد الآن، يعني إذا سألتك أنت على اسم طبيب أو مهندس أو محامي بإيطاليا ما رح تعرف ولا حدا، ولا صحيح. وأحيانا ملك أو رئيس حكومي، بس إذا بدي أسألك عن فنانين تشكيليين أو نحاتين أو رسامين رح تذكر لي كتير، إذا ما بتعرف حدا رح تقول لي ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو. واضح إنه الفن خطفك من كل مجالات الحياة، لو لم تكن رساما شو ممكن تكون، يعني شو كان ممكن تشتغل؟ هلأ أكيد الموسيقى حياة يعني بحالة بحب كون هيك يعني المجال الموسيقى. لا بس عندي هيك اهتمام بالإيقاع وأنواع الإيقاع يعني بسمعه صح وبتزوقه صح يعني. نعم. والرياضة؟ والرياضة كنت أنا بفريق كرة قدم منظم يعني ضمن نادي عزيز. بس إنه خلاص يعني في مرحلة إنه بدك الرياضة تقاعدها مبكر، أما الفن يحتاج إلى يعني طالما الإنسان على قيد الحياة بيضل يرسم. أستاذ إسماعيل نصر، أنا أشكر حضورك، هذا الحضور الغني وهذا الجمال اللي عم نشوفه بلوحاتك والحالة التعبيرية والوجدانية الموجودة باللوحات، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيكم وشرفت، شكرا كثير. شكرا لك. اللوحة كتب التاريخ أكثر من اللي كانوا متخصصين بالكتابة، أكثر من المؤرخين بكل دول العالم. يعني أنت مثلا فيك تأخذ تاريخ إسبانيا من خلال الفنانين التشكيليين والنحاتين، الرسامين والنحاتين، تعرف شو المزاج السائد العام السائد اللي كان، إن كان سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي، تعرف شو حد شو كيف مستوى الحياة عندهم من خلال اللوحة. يعني من طريقة أكلهم شربهم ملابسهم كله موثق، الحرب اللي صارت عندهم. يعني في كتير مخرجين بالزمن الحديث هذا استفادوا من اللوحة بكتير شغلات، من الإكسسوار، طريقة الحياة، طريقة اللبس، شو كانوا يستخدموا، شو كان ببيوتهم موجود. يعني كل الديكورات الموجودة بأهم الأفلام والمسلسلات كان مأخوذ من خلال أعمال فنية لفنانين مهمين يعني.